وركزوا معايا، ولو حد عنده تساؤل او اي حد عنده استفسار يستنى لحد ما اخلص شرح او اخلص جزئيه معينه وهسمع زي ما انا سمعت منكم كده. طيب الزمن اللي هناخده هو مش جديد علينا، الزمن اللي هناخده كنا بنحتك بيه اصلا بشكل ما او باخر في التدريبات اللي احنا بناخدها. الزمن اللي عندنا اسمه زمن الباست بيرفكت، زمن الماضي التام. جميل يا مستر. زمن الماضي التام يا حبايبي الاول، بس انا عايزكم تفهموا المفهوم، الكونسبت بتاع كل زمن. هو ايه مفهوم كل زمن؟ دائما وابدا وانا بتعامل مع الازمنه لازم الاول احدد النوع ثم ان كان مضارع او ماضي، وايه دلاله النوع. يعني هو اسمه زمن ماضي تام، حلو، تام يعني تصنيف تالت، ماضي يعني في فعل في الماضي. طيب وما دام ان هو زمن ماضي تام لازم أنا اكون فاهم ان هو تم قبل حاجه، يعني يا اما تم قبل حدث تاني يا اما تم قبل وقت. اوكي طبعا اتكلمنا عن نفس الكونسبت كده واحنا كنا بنتكلم عن المستقبل التام، وخليكم فاكرين ان المستقبل التام هو الوجه المقابل للماضي التام. المستقبل التام حدث هيتم قبل وقت في المستقبل، الماضي التام حدث تم قبل وقت في الماضي. وانا كنت اتكلمت على الفكره دي وانا كنت بشرح زمن المستقبل التام. اتكون من ايه بقى؟ اتكون من هاد والفعل في التصريف الثالث. يعني انا بقول باي يسترداي، قبل امبارح I had read، أنا قرأت 5 قصص. بالنسبة للي عنده مشكلة في التكوين أو في شكل الأزمنة، أنا مادي معاك واحدة واحدة. هاجي أسألك في الجملة دي، الجملة دي زمنها إيه؟ يا مستر الجملة دي زمنها ماضي تام. طب يا حبيبي عرفت منين إن الجملة زمنها تام؟ يا مستر ما أنا عندي read وread ده فعل في التصريف الثالث، والتصريف الثالث علامة الزمن الثالث. طيب يا حبيبي هو انت عرفت منين ان الجملة دي في الماضي؟ يا مستر ما انا عندي هاد وهاد ده تصريف فيرب تو هاف في الماضي. السؤال الاصعب، طب هو انا ليه اصلا اجيب فعل في التصريف الثالث؟ يا مستر ما هو لو في فعل جه بعد هاف او هاز او هاد لازم يبقى في التصريف الثالث. هو الجرامر كده اللي حطوا القواعد بتاعت اللغة قال لك هاف وهاز وهاد يجي بعدهم فعل في التصريف الثالث. السؤال الاصعب في المثال ده تحديدا، طب وانت عرفت منين ان ريد ده تصريف تالت؟ يعني ده السؤال الاصعب بقى، طب ريد ده عرفت منين ان هو تصريف تالت؟ ما هو يا مستر ما هو جاي بعد هات، وما دام جاي بعد هات فهو تصريف تالت، وانا واخد بالي يا مستر ان ريد ده التصريف التالت من ريد، وهو شكله في الثلاث تصريفات في الثلاثه واحد، يعني ريد ريد ريد. يبقى اذا الاسئله تاني، الجمله زمن ايه؟ ماضي تاني. عرفت منين ان هي تام؟ من التصريف التالت. عرفت منين ان هي ماضي؟ من هات. طب وانا اصلا اجيب تصريف ثالث لان الهات بيجي بعدها تصريف ثالث. طب وانت عرفت منين ان ده تصريف ثالث؟ لانه جاي بعد هات، وما دام جاي بعد هات فهو تصريف ثالث. اوكي ده الشكل الاثبات. الشكل النفي بقى، بجيب hadn't هو التصريف الثالث، I hadn't seen him before he talked to me، انا ما شفتوش قبل ما يتكلم معاه. لو هعمل سؤال هقدم الفاعل على او هقدم المساعد على الفاعل، يبقى what had she done، هي عملت ايه before going out، قبل ما تخرج. هل اسامه bought the tickets by yesterday، هل اسامه اشترى التذاكر قبل امبارح؟ معلش هي قرات مرتين وهنجي لها تفصيلا بعد كده، بس لازم اذكرها في هذا السياق. فيكم اللي هيبقى عايز يسالني دلوقتي سؤال يقول لي يا مستر هو انا مش عندي yesterday بتاعت الماضي البسيط، ازاي بقى انت هتجيب لي معاها ماضي تام؟ وما كانش عايز يسال، فعلى الاقل هيجي في دماغه كده. هقول لك بكل بساطه ان انا ما عنديش يسترداي بس، لا ده انا عندي يسترداي بباي قبلها. يعني ايه عندي يسترداي بباي قبلها؟ ما هي باي دي معناها قبل، يبقى انا بقول قبل امبارح. ما دام قبل امبارح يبقى انا في زمن ماضي تام. ليه؟ لان افتكر ان انا قلت لك الماضي التام ده، ولسه اي هنيجي لاستخدامه، هو تم قبل وقت، فانا بقول قبل امبارح يبقى الحدث تم قبل امبارح، فالتمام قبل وقت فجبت الماضي ده. انما لو يسترداي بس كنت هجيب زمن ماضي بسيط لا غضض على الاطلاق. دايما وابدا الوجه المقابل لكل زمن هو صيغه المجهول من الزمن. يعني ايه صيغه المجهول؟
هل انا بعرف اكون اصلا، هل انا كطالب بعرف اكون شكل المجهول ولا لا؟ الاساس في مجهول كل زمن انك بتجيب verb to be، verb to be في زمن الفعل بتاع الجملة، في زمن الفعل بتاع الجملة. يعني انا بقول by the time I reached the cinema، قبل ما اوصل السينما all the tickets had been sold، جميع التذاكر اتباعت. طب يا مستر هو انت ايه ليه had been، معلش يعني ايه هو ايه had been ده؟ ما هو had been دي يا حبيبي ده تصريف verb to be في زمن الماضي التام. ما هو الماضي التام بيتكون من had وتصريف تالت. طب انا عايز verb to be في زمن الجملة، طب الجملة زمانها ايه؟ ماضي تام. طب انا عايز verb to be بقى في الماضي التام ده، طب verb to be بقى في الماضي التام بيبقى ايه؟ بيبقى had been، وبعد كده جبنا التصريف التالت اللي هو by the way sold. اوكي طيب، انا بقى زمن الماضي التام ده بستخدمه في ايه؟ بعمل بيه ايه؟ قال لي ان زمن الماضي التام بيعبر عن حدث تم قبل حدث تاني. قال لا، هي الجمله دي يا مستر بتفكرني بحاجه انا سمعتها منك الترم ده برضه، حدث قبل حدث تاني. حدث قبل حدث تاني اللي هو زمن المستقبل التام، اللي هو كان ويل هاف والتصريف التالت. بس احنا كنا بنقول في زمن المستقبل التام ان هو بيعبر عن حدث تم قبل حدث تاني في المستقبل، يعني لسه في المستقبل، يعني حدث هيتم قبل حدث في المستقبل، فبجيب مستقبل تام. انما لما يبقى حدث تم قبل حدث تاني في الماضي فبجيب ماضي تام. لو انا في المستقبل اكون مستقبل تام، لو انا في الماضي اجيب ماضي تام. او ان في حدث تم قبل وقت معين في الماضي. ودايما وابدا الزمن البسيط ده الزمن المغلوب على امره اللي بيجي نمبر 2، بيبقى الحدث التاني اللي هو هنا الماضي البسيط. انما الحدث رقم واحد بيبقى زمن الباست بيرفكت، زمن الماضي التام. يعني انا بقول I showed my mother what I had bought from the market، انا وريت لماما اللي انا اشتريته من السوق. ما هو منطقيا انا اشتريت ثم وريت، يعني انا اشتريت الاول من السوق ثم وريت لماما. طب انا وريت لماما ده الحدث رقم اتنين، فده يبقى في زمن الماضي البسيط. طب اللي انا اشتريته ده الحدث رقم واحد، فده يبقى في زمن الماضي التام. يبقى الحدث رقم واحد ماضي تام، الحدث رقم اتنين ماضي بسيط. اوكي. He admitted that he had lied to his father more than once. هو اعترف ان هو كذب على ابوه اكتر من مرة. فادمت ده اعتراف، هو كذب، فهو كذب ثم اعترف، فالاعتراف يحصل رقم اتنين اللي هو هي ادمت ده رقم اتنين. الكذب كان رقم واحد فيبقى زمن ماضي تام. خلاصة القول الماضي التام، الماضي التام حدث اول، الماضي البسيط حدث تاني. طيب بيقول لي بقى بستخدمه كمان للتعبير عن حدث انتهى في الماضي وكانت نتيجته واضحة في الماضي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ من هنا هضطر اقوم جاي فاتح لكم ملف لذيذ كده انا بحب افتحه على طول عشان اعبر لكم عن الفكرة دي بشكل اعمق شوية. يعني ايه بقى تاني؟ بقى تاني يا مستر، يعني انا دلوقتي بقول هو حاجة حصلت في الماضي وكانت نتيجتها واضحة في الماضي. نقول المثال على ما نفتح الملف بتاع الوورد بتاعنا. There was glass on the floor. كان في زجاج على الأرض. As Osama has broken, had broken the window. لأن أسامة كسر الشباك. أنا ممكن نفس الجملة دي أغير فيها حاجة واحدة بس. إيه بقى الحاجة الواحدة اللي أنا أغيرها؟ هل الشير اشتغل عندكم؟ ايوه اشتغل لسه يا مستر عندي. هو وقت ما يشتغل هتيجوا على طول. اشتغل بس مفتوح على المستقبل التام برضه. دلالة حلوة. يعني انا الجملة كانت بتقول عندي there is glass on the floor as he knocked the window. هي نفس الجملة بالظبط، مكان الاز ولا مكان الاز دي تبقى واس.
طيب من غير اختيارات الأولى تبقى إيه؟ هتبقى هاز ولا هاز ثالث، والتانية بتبقى هاد والتصريف هاد والتصريف الثالث على مضارع هاز بروكن. بص بقى هاز بروكن ده زمن مضارع تام، لأن أنا عندي إز ده زمن، لا نقفل المايك بقى، إز ده زمن مضارع بسيط. أنت عايز توصل ليه يا مستر؟ ما هو بيقول لي عندما يقع حدث ونتيجته واضحة في الحاضر نستخدم زمن المضارع التام. لما يبقى في حدث ونتيجته واضحة في الحاضر بجيب زمن المضارع التام. إنما بقى عندما التانية طبعا احنا قلنا هتبقى ايه؟ had broken. had broken يعني زمن ماضي تام. ليه بقى زمن ماضي تام؟ لأنه عندما يقع حدث ونتيجته واضحة في الماضي نستخدم زمن الماضي التام. يبقى لو النتيجة في الحاضر بجيب مضارع تام. عشان كده قلنا في الجملة دي there is glass on the floor as he has broken the window. النتيجة في الحاضر أجيب مضارع تام. النتيجة في الماضي بستخدم زمن الماضي التام. وده الفرق في الاستخدام ده ما بين المضارع التام وما بين الماضي التام. أوكي نكمل. يبقى هو there was glass on the floor، كان في زجاج على الأرضية عشان أسامة قسم الشباك. اوكي فجبنا ماضي تام عشان واسطي كانت ماضي. ماشي يا مصطفى تمام. كمان لما احب اعبر عن حدث كان مستمر لفتره في الماضي قبل حدث اخر مع الافعال التي لا تستخدم في الاستمرار. يعني انا بقول لك I had had the bike for 10 years before I bought a car. أنا كنت أملك السيارة دي لمدة عشر سنوات قبل ما امتلك السيارة. طبعا أنا ما ينفعش أقول I had been having، أصلا فعل have ما بيجيش في الاستمرار لأن فعل stated هو فعل حالة. أوكي فأنا عندي هنا before جاي قبلها الحدث الأول ماضي تام، وبعد كده الحدث الثاني ماضي بسيط. أوكي by the time I got used to life in Cairo، قبل ما اعتاد على الحياة في القاهرة I had been there for 5 years، كنت هناك لمدة 5 سنوات. خلاصة القول by the time اللي معناها قبل جاي بعدها الحدث الثاني got used to عشان الناحية الثانية الحدث الأول اللي هو had been. دايما وابدا الحدث الأول يكون زمن ماضي تام. أوكي طب مستر لو هي جت مع فعل يجي في الاستمرار هتبقى بنفس الصيغه هنا يا اروى هيبقى الزمانين صح. يعني ايه الزمانين صح؟ يعني انا ممكن اقول لك I had been eaten for 2 hours، كنت باكل لمده ساعتين before اروى arrived، قبل ما اروى تصل. تمام في نفس الوقت اللي انا ممكن اقول فيه I had eaten for 2 hours before اروى arrived، لأن الاستخدام مشترك. تمام أي زمن I had eaten I had إيه؟ لا تمام أصلا في لغوشة في الصوت حصلت. لا إما I had been eaten بال ing had been eaten، يا إما had eaten بالتصريف تالت. الاثنين صح لكن had كانت مفروض تبقى موجودة في الجملتين. ما هي had موجودة في الجملتين، ما هو لازم يبقى فيه ماضي تام أو ماضي تام مستمر لو كان الفعل مستمر. تمام شكرا يا مصر. عفوا يا جميل. وأنا تطعي يعني برضو هتجلنا تفصيلا برضو إن شاء الله. after مستر أيوة هي بس آخر حتة دي أنا مفهمتهاش اللي هي بتاعت آخر موقف اللي هو الفعل ما بيجيش مستمر كده. أنا مش فاهمة. طيب سيبكوا خالص من الحتة عشان ما تتلخبطوش فيها دلوقتي، لأني هرجع أشرحها تفصيلا. سيبكم من الحته دي. انا كل اللي انا عايزه يوصلك يا زينب ايه؟ كل اللي انا عايزه يوصلك ايه يا زينب؟ ان انا دلوقتي الحدث الاول بيبقى زمن ايه؟ الحدث الاول بيكون ماضي تام.
والحدث التاني ماضي بسيط. انا بقى، اصل انتوا بتجبروني اقول حاجات مش في وقتها. ليه بقى اقول حاجات في بدءا من تساؤل ارواح؟ ليه بقى بتجبروني اقول حاجات مش في وقتها؟ لانها هتفصلنا عن القاعده الاساسيه وهي ليها وقت تاني. ازاي يعني؟ انا مثلا يا زينات، مفيش حاجه اسمها اي هاد بان بينج، مفيش كده يعني، مفيش كده. الزمن مفيش، هو الفيرب تو بي ما بيجيش مستمر، فده مفيش حاجه اسمها اي هاد بن هاف، مفيش كده. ده فعل ملكي، مفيش. انما في حاجه اسمها اي هاد بن ايتن فور ان اور بيفور شي ارايف، كنت باكل لمده ساعتين قبل ما تيجي. طب ايه الزمن الجديد ده بقى؟ ما هو ده زمن جديد بقى، مش حابب اتكلم فيه الا لما نخلص الزمن اللي احنا فيه الاول. ايه الزمن الجديد ده بقى؟ الزمن ده كده اسمه زمن ماضي تام مستمر، وملناش علاقه بيه دلوقتي خالص. محدش يشغل باله بيه دلوقتي الا لما نثبت الاول الماضي التام. الماضي التام بس نثبته، الا بقى الماضي المستمر لما نخلص الماضي التام هنيجي للماضي التام المستمر، عشان بس محدش يجي له اي تساؤلات تانية خاصه بالاستمرار في الزمن ده. محدش يشغل باله باستمرار دلوقتي، خلينا في الزمن نفسه الاول، نتقن زمن الماضي التام الاول. فاي حد هيبقى عنده استفسار هاد وتصريف ثالث ولا هاد بين واي ان جي، لا الغي البين والاي ان جي دلوقتي، مش موضوعنا دلوقتي. نتقن الاول الزمن اللي احنا فيه ونتاكد ان احنا فهمناه، وبعد كده هناخد الفرق ما بينه وما بين الماضي التام المستمر. اتفقنا؟ الكلام للجميع مش لحد معين، الكلام للجميع. اوكي نكمل بقى اللي انا كنت بشرحه. خلاص انا كل اللي انا عايزكم يوصل لكم لحد دلوقتي ان الزمن الماضي التام بيبقى حدث اول، ولو معاه حدث تاني بيبقى زمن ماضي بسيط. ده لازم نعرفه لحد دلوقتي. طيب عندنا بقى الكلمات الداله. اول حاجه عندي after و as soon as. after معناها بعد، as soon as معناها بمجرد ان. الاثنين دول بقى بيجي بعدهم ماضي تام، والماضي التام قلنا ان هو الحدث الاول، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. يعني أنا بقول after I had looked both ways، بعد ما بصيت على الطريقين I crossed the street، عبرت الشارع. ما أنا بصيت الأول ثم عبرت، فأنا بصيت الأول، ده الحدث الأول. الحدث الأول يعني زمن ماضي تام. عبرت ده الحدث الثاني، الحدث الثاني ده زمن ماضي بسيط. تمام. عكس after و as soon as before و by the time. before و by the time بيجي بعديهم حدث تاني اللي هو الماضي البسيط، والناحية التانية الحدث الأول اللي هو زمن الماضي التاني. Before I crossed the street، قبل ما أعبر الشارع I had looked. يبقى after و as soon as بيجي بعدهم زمن الماضي التام، before و by the time بيجي بعدهم زمن الماضي البسيط. هنا بقى في ملحوظة مهمة جدا، الملحوظة دي مهمة جدا. هي جملة تقول I did my homework. I not out. الإجابات went had gone has gone. اللي يعرف ينفع ايده. مستر انا ما عنديش ريس هان. ماشي. طب قولي يا سهيلة. وبعد كده ادنى. هات جن. طب قولي يا ادنى. بقول وانت عشان هنا ده الحدث الاول اللي هو، لان هو بيقول افطر بعد ما انا ما عملت الواجب، يعني ده الحدث الثاني. الحدث الاول هو جايبه ضد. حلو جميل جميل. طبعا التفسير صح يا ادنى. ايه بقى اللي انا عايز اقوله؟ ايه اللي انا عايز اقوله؟ اذا لم ياتي الماضي التام بعد after فلا نستخدم الماضي التام. هيبان دلوقتي انا كل اللي انا قلته ايه؟ اذا لم ياتي زمن الماضي التام بعد after فما فيش ماضي تام. يعني ايه؟ ديد دي
معناها فعلت، وواضح ان هي هنا حدث نمبر 1. وعرفت منين؟ ما اصل افتر معناها بعد، وبعد دي بيجي بعدها الحدث الاول. طب هو الحدث الاول جايبه لي ماضي بسيط، يبقى معنى كده ان الحدث الثاني هيبقى ايه برضه؟ هيبقى ايه؟ ماضي بسيط. ماضي بسيط. يعني هو ما دام جاب لي بقى، هو اكبرني بقى، يعني هو اكبرني ان الحدث الاول ماضي بسيط، هيبقى الحدث الثاني ايه؟ برضه ماضي بسيط. عشان كده احنا اخترنا الاجابه هنا went. اوكي؟ طيب الكلام ده بستخدمه في ايه؟ يعني هو انا بستخدم الاثنين ماضي بسيط بعد افتر دي في ايه؟ لما يبقى في حدثين ما فيش ما بينهم فاصل زمني. يعني ايه في حدثين ما فيش ما بينهم فاصل زمني؟ يعني انا بقول as soon as I door I found a bag. اول وانا بفتح، اول ما فتحت الباب لقيت شنطه. فده حدثين ما فيش ما بينهم فاصل زمني، يعني هنا ما فيش فاصل زمني. اوكي، يبقى لو ما فيش فاصل زمني بقدر اجيب بعد after و as soon as زمن ماضي بسيط. لو في حاجه كانت بتعبر عن عاده في الماضي بقدر اجيب بعد after تحديدا زمن ماضي بسيط. لا غضاضة على الإطلاق. اللي انتوا لازم تبقوا فاهمينه كمان، طبعا انا يعني انا معتمد ان الشير شغال وانتوا الجملة مكتوبة لحد opened of as soon as I opened the door، صح كده؟ ولا في حد مش ايوه هو ممكن يجي ماضي بسيط ماضي مستمر. طبعا بس مش مع افتر يعني خالص. لو جاب لي في الاختيارات مستمر، مش مع افتر خالص، مش مع افتر. after و as soon as خاصين بالزمن الماضي التام. ماشي؟ اوكي؟ هنيجي لحته الماضي المستمر دلوقتي بس كذا مره. انا بقول اني after، نقفل المايك بقى. بدون فاعل، after بدون فاعل بجيب بعدها فاعل في اخره ing. يعني انا ما ينفعش اقول after had done، الكلام ده غلط. هو فين الفاعل يا باشا؟ ما فيش فاعل. امال ايه الصح؟ after doing. After doing my work. شوفوا بقى الجملة التانية تبقى ماضي بسيط بقى. الجملة التانية ماضي بسيط بقى. يعني ايه؟ I went out. ما هو معلش يعني ما هو ما يمنعش ان ال doing ده الحدث رقم كام؟ الأول. 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 فال ING مكان الحدث الأول، ففي الناحية التانية لازم أنا ألاقي ماضي بسيط على طول بقى اللي هو الحدث رقم 2. جميل؟ ماشي. وبرضه before، يعني هي برضه before بدون فاعل هجيب بعدها فاعل في اخر ing. ممكن حد يسال هي ايه، هو ايه بدون، يعني ايه بدون فاعل ده يا مستر؟ يعني مفيش فاعل جاي وراها، يعني مفيش فاعل جاي وراها، يعني بيقول لي before نقط، before نقط I had finished the laundry. اوكي، هو اللي اختار بقى rested، had rested، resting. فيعني بقى اكيد بقى هي before resting بقى، ما هو مفيش فاعل هنا، هنا مفيش اي، مفيش شي، مفيش ماي، مفيش اي حاجه خالص. فما دام مفيش فاعل بجيب فاعل في اخره اي ان جي مباشره. بعد وجود فاعل بجيب اي ان جي. بس خلي بالك الجمله الثانيه مع before كانت had finished. ليه؟ ما اصل ال ING مع before بتبقى الحدث رقم كام؟ الثاني. انما ال ING مع after بتبقى الحدث الاول. ال ING مع before بتبقى الحدث الثاني، انما ال ING مع after بتبقى الحدث الاول. اوكي؟ عظيم. مستر هو الصيغه المستمره دايما بيجي قبلها ام يا انور، يا انور، يا انور، ده انا نبهت يا انور، شغله بالك بالصيغه المستمره الوقت ليه؟ ما هو بص يا انور اللي لا اصل انا عاوز اعرف ينفع اجيب هافينج. ثواني بس يا انور، ثواني بس. اتفضل يا مستر. اللي بيحصل دلوقتي يا انور، انت في ذهنك استفسار معين وسالت المستر والمستر حاول يوضحه لك وقال لك اجلي الاستفسار ده. ما دام انت ما اديتيش اوردر لعقلك ان خلاص كفى الاستفسار ده دلوقتي وانا هركز في اللي في المستر بيقوله، اصل انا من خلالك بوجه رساله للجميع. فاللي بيحصل ايه؟ بفضل منشغل بالاستفسار اللي في دماغي.
بالتالي ما بقدرش اركز في اللي المستر بيقوله، فممكن يفوت مني حاجه. طيب يا رب اللي يكون وصلنا عن الصيغه المستمره اللي انت بتقوليها يكون وصلنا صح في المثال ده. هل الاي ان جي مع بيفور او افتر استمرار؟ لا، اقول تاني، هل الاي ان جي مع بيفور او افتر استمرار؟ لا مش استمرار. لا كل فعل في اي ان جي هو مش كل فعل في اي ان جي فهو ايه؟ مستمر. عادي ممكن كلمه فيها اي ان جي تبقى اسم، ممكن كلمه فيها اي ان جي تبقى صفه، ممكن كلمه فيها اي ان جي تبقى فاعل، تبقى فاعل بس مش مستمر. شرط الاستمرار ان لما تلاقي فعل في اي ان جي قبل فيرب تو بي، ده شرط الاستمرار. ما لقيتش بقى فيرب تو بي قبل الاي ان جي فتاكد انك مش في زمن مستمر اطلاقا. بس عشان تبقى مركزه معايا يا انور، قولي استفسارك عشان ويا رب بس ما تقوليش حاجه تلخبط بيت زمايلك دلوقتي. قولي يا انور. لا يا مستر، حضرتك شرحت اللي انا كنت كان المشكله في دماغي. لا هي خلاص راحت. هي الحته بتاعت الاي ان جي بعد بيفور وافتر يعني؟ تمام. هي شكرا دي استفسار، هو ده بقى استفسار في محله. ده بقى اللي هو استفسار في محله. وانا اشكرك عليه. وكويس ان هو وصل منك كده. اللي هو ممكن فعلا ناس كتير فينا تعتقد ان الاي ان جي بعد البيفور وبعد افتر تبقى ده مستمر. لا طبعا مش، وانا بشكرك طبعا انك خليتني اخد بالي من الحته دي. لا الاي ان جي عشان يبقى شرط ان الزمن مستمر لازم يكون فيه فيرب تو بي. مفيش فيرب تو بي تاكد ان دي قاعده تانية بخلاف الاستمرار. وما اقصر التعبيرات عندنا في الانجليش يعني اللي بيجي بعدها فعل في اخر اي ان جي ومش مستمر. يعني اقول لك اي وانت فاشن يسترداي، ذهبت للصيد امبارح، ده جمله ماضي بسيط. ازاي مستر انا عندي فاشن فيها اي ان جي؟ يا حبيبي انا عندي وانت فعل في زمن الماضي البسيط. اهو انت ده بنطبعه ان بيجي بعدها فعل في اخر اي ان جي، مش مشكلتي بس الزمن بسيط. اوكي. الحاجه الثانيه اللي نبقى واخدين بالنا منها هي هافن. مستر ممكن سؤال؟ اتفضلي. هو طب كان لو مفيش فعل بنحط الاي ان جي، طب لو الفعل اختلف اصلا في الجمله؟ يعني ايه الفعل اختلف؟ يعني عندي فعلين، فين يعني الفعلين؟ الجزء الاول، الجزء الاول بيتكلم عن فعل والجزء الثاني بيتكلم عن فعل تاني. بسيطة خالص، عادي، جملة عادية، مفيش أي مشكلة خالص، مفيش أي مشكلة خالص. After my mother had prepared dinner I ate. بعد ما ماما قعدت العد العشاء انا اكلت. دي جمله ودي جمله ودي فيها فعل ودي فيها فعل تاني. مش ده موضع الجدل، لان حتى لو اختلف الفعل مفيش عندي اي مشكله اطلاقا. المهم يكون في جمله عشان اجيب ماضي تام او ماضي بسيط. مفيش بقى فاعل بعد افتر او بعد بيفور بجيب فعل في اخره اي ان جي. وصلت؟ تمام مستر، شكرا لحضرتك. لا لا ثواني بقى عشان انا وصلني حته تانيه واكيد ده اللي جه في دماغك. يعني لو الجمله اصلها، يعني بص، انتوا في الغالب لما بتلاقوا اي ان جي بعد افتر وبيفور بيبقى الفعل كان موحد اصلا. يعني ايه بيبقى الفعل كان موحد؟ يعني بص، شفت الجمله دي؟ مين بس اللي بيتكلم معايا يقول لي اسمه ايه البنوته؟ ايمان خالد. بصي يا ايمان، شفت الجمله دي اللي هي after my mother had prepared the dinner I ate؟ خليني ما فيش فاعل، قلت after preparing dinner I ate، كده الجمله معناها ايه؟ انا اللي جهزت العشاء. انا اللي جهزت العشاء. وكويس انك قلت دي. لما انت بتلاقي بعد اكتر فعل في اخره اي ان جي تاكد ان الفعل بتاع الجملتين واحد. تاكد ان الفعل بتاع الجملتين ايه؟ واحد. واحد يعني اللي عمل الجمله الاولانيه هو اللي عمل الجمله الثانيه. ايوه انا كان قصدي على دي. ما هي دي بقى ما ده برضه ايه، دي نقطه ثانيه مهمه. يبقى نقطتين مهمين بره الصندوق برضه. اول حاجه الاي ان جي بعد افتر او بعد بيفور مش دلاله استمرار، دي أول نقطة. النقطة الثانية،
لما يبقى انا عندي افتر وعندي بي فورم وبعدهم فاعل في اخره اي ان جي، يعني مفيش فاعل، فنتاكد ان فاعل الجملتين واحد. فاعل الجملتين ايه؟ واحد. لان ما دام انا اختصرت الصيغه اللي هو بريبيرنج ديت، بستمد الفاعل بتاعي من الجمله الثانيه. بستمد الفاعل بتاعي منين؟ الجمله الثانيه اللي هي اول. وبشكرك يا بنتي على استفسارك الجميل ده. محدش عندي استفسار الا لما اديله اذن بقى، تمام؟ عشان بس نخلص الجزئيه اللي انا عايز اخلصها. هافن بقى بيجي بعدها تصريف ثالث، وهي معناها بعد. وهافن اللي بيجي بعدها تصريف ثالث اللي معناها بعد، دي بتساوي افتر، بتساوي افتر. انا اقول افتر I had done my work I slept، عشان اجيب heaven تبقى heaven done وكمل. heaven بيجي بعدها تصريف ثالث. الشغل كله بقى في الحتة اللي جاية دي، فنركز مع بعض الله يرضى عنكم. يا مستر حلو انتل، انا سامع حد عايز يقول حاجة، هو اللي عايز يقول حاجة يقول قبل ما اقول تلو انتل. الصوت متأخر عن الصورة يا مستر. طيب الصوت متأخر عن الصورة. طب الصورة فين دلوقتي؟ فراغ صح؟ هي خلصت يعني، بس لما تكون بتكتب. طيب خلاص انا هحاول ان الصوت يبقى ضعيف شوية، يعني ابطئه شوية. يبقى انا دلوقتي هتكلم عن ايه؟ عن تل وانتل. طيب تل وانتل ديت حوارها كبير شوية. الوضع الطبيعي في تل وانتل ان انا بجيب فاعل زائد didn't زائد مصدر زائد tell أو until زائد فاعل زائد had زائد تصريف تالت اللي هو ماضي تاني. يبقى tell و until تاني عشان الصورة متأخرة عندي. بجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تاني. يعني انا جاي لك كده I didn't go out until I had told my father، لم اخرج الا بعد ان قلت لوالدي. فتل وانتل بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تاني. حلو، دي القاعده الاولى. قال لي تل وانتل ممكن يجي بعديها مفعول او قبلها بقى مفعول، مفعول مفعول، ومكان الديدنت دي تبقى wasn't او weren't. تاني مكان الديدنت تبقى wasn't او weren't، ومكان بقى الفعل اللي في المصدر تصريف تالت. يعني هي ماضي بسيط برضه بس مجهول، ماضي بسيط مجهول. هو مفعول wasn't weren't والتصريف التالت ده ماضي بسيط، وماضي بسيط ماله؟ ماضي بسيط مجهول. يبقى دي القاعدة التانية. فأنا أقوم جاي أقول لك كده بقى، هو أنا جاي أقول لك بقى كده حاجة لذيذة خالص، اللي هو the boy wasn't punished، لم يعاقب الولد till he had made many mistakes. يعني الولد لم يعاقب الا لما ارتكب اخطاء كتير. يبقى انا ما فيش عندي اي مشكله خالص، اهو جبت وزن بانشد عشان ده مجهول. ماشي يا مستر. طب ايه القاعده الثالثه لتل والانتل؟ الله قال القاعده الثالثه، خلينا ننزلها تحت. الدنيا شغاله حلو. ايوه مستر تمام كده. اوكي، القاعدة الثالثة ان انا بجيب فاعل زائد positive verb، فعل مثبت يعني، بس positive verb ده دال على النفي. يعني هو فعل مثبت بس دال على النفي. يعني انا اقول لك I refused to go out till I had told my father. انا رفضت ان انا اخرج الا لما قلت لابويا. يا مستر انت، ما انا عندي معلش يعني انا عندي هنا تل ومفترض يجي قبلها منفي. ما هو ريفيوز اي فعل مثبت بس دال على النافي.
هو اي فعل مزد بس هو دال على النفي باي ذا واي. اوكي الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده ان انت ممكن تجيب فاعل زائد wouldn't او couldn't. فعل زائد couldn't او wouldn't زائد فعل في المصدر زائد till او until والناحيه الثانيه ماضي تاني. يعني انا بقول لك I wouldn't leave the house until I had locked all the doors. يعني انا ما كنتش هسيب البيت الا لما اكون قفلت كل الابواب. اوكي بالكم ان هنا عندنا تيل وانتل قبلها وودنت او كودنت، مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله. اخر حاجه، اخر حاجه التيل والانتل، اخر حاجه التيل والانتل ان اللي بيجي قبلها ماضي بسيط مثبت، فاعل وماضي بسيط مثبت، وبعديها ماضي بسيط برضه مثبت. بس ده في حالة ايه؟ ده في حالة العادة في الماضي. يعني انا اقول my grandfather lived here till he died. يعني أنا جدي عاش هنا حتى مات. هتوضح، هتوضح الصورة دلوقتي. فعندي تلف النص اهوت وجاي بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي بسيط. أقول تاني آخر استخدام عشان الصورة ما كانتش واضحة عنده. تل وانتل بيجي قبلها ماضي بسيط مثبت وبعدها ماضي بسيط مثبت. ده لو في عادة في الماضي. My grandfather lived here. جدي عاش هنا. Till he died. لحد ما مات. Lived ماضي بسيط مثبت. Died ماضي بسيط مثبت. وفي في النص تل. في حاجة غامضة لحد دلوقتي؟ مستر ممكن حضرتك تقولي المعنى بتاع الجملة اللي فيها wouldn't؟ يعني المعنى أنا ما كنتش هسيب البيت إلا لما قفلت كل الأبواب. يعني ما سبتش البيت برضه إلا لما قفلت الأبواب كلها. يعني wouldn't هنا مش مدية معنى مخصص، عادي في سياق الكلام. هي مستخدمة للنفي. يعني هو هجيب لك الأبعد، مش هيقول لك، مش هيجيب لك جملة وأقول لك اختار لي ما بين didn't leave و wouldn't leave. يعني مش كده. أنا بقول دي بدايل موجودة. إنما أنت عندك couldn't و wouldn't و didn't مش هيحطهم لك في سياق مقارنة مع بعض. تمام شكرا يا مستر. أيوه. مستر. ايوه هسأل سؤال. اتفضلي. هو بس مش في تل انتل على افتر، بس هو افتر ممكن يجي بعديها اسم زي ايه؟ او يجي بعدها اسم مثلا after after the wedding party بعد الحفل الزفاف، ايه المشكله؟ تمام يعني افتر كده بيجي بعديها كذا حاجه، يعني بيجي بعديها فعل اخره اي ان جي واسم الاثنين. بس افتر لما بيجي بعديها بقى اسم تخضع لسياق الجمله، مضارع ماضي مستقبل على حسب. تمام بتبقى مش رابط زمني في زمن الماضي التام. ملهاش دعوه بالماضي التام بقى. اي ممكن تيجي ماضي تام بس مش حكر على الماضي التام. تمام. وحتى انا عندي جمله عايز اعرف هي صح ولا لا. بتقول ايه؟ جمله مثلا يعني مثلا زي after his father's death he left the country، هي كده محطوطه في الماضي التام صح؟ كده مظبوطه. ما وفات ابوه ده الاول وهو left the country ساب البلد، ده التاني. مظبوطه مش في اي مشكله خالص. تمام يعني هي كده اسم، يعني وقع بعديها اسم اللي هو الموت. دي بقى تندرج تحت بند ايه يا الاء؟ تندرج ان after بيجي بعديها اسم دال على فتره زمنيه في الماضي، فبالتالي دي كلمه داله على الماضي التام. اوكي ففي الجمله الثانيه بجيب ماضي بسيط اهو after my father's departure، بعد مغادره ابي
I became responsible for زيت لو فتح النت تقفله. The family. أقول تاني. أقول تاني. After. After. My father's departure. بعد مغادرة أبي. أهو مغادرة أبي ده يا ألاء ده اسم. مغادرة أبي ده اسم. أوكي؟ بس اسم ده على أه يعني هو اسم على فترة زمنية. بعد مغادرة بعد مغادرة أبي ده الحدث الأول. أوكي؟ أنا بقيت مسؤول عن العيلة كلها. مش فترة زمنية بقى، خلينا نقول إن هو على إيه؟ على حدث هو اللي بقى أدق يعني. اسم دال على حدث أول في الماضي. مستر ممكن أستفسر عن حاجة بس؟ نقفل بقى المايك بعد استفساري عن حاجة. هو بس after ممكن يجي ماضي تاني فين الاستفسار؟ مستر حضرتك سامعني؟ طب اظبط المايك بعد كده بستفسر. ف قلنا بقى خلاص، احنا قلنا معتلو عنك الحاجات اللي بتيجي معايا. لا كلمة وين وتاني يا ربي، احنا لسه جينا لوين؟ لسه ما جيناش لوين. الله يرضى عنكم، لسه ما جيناش لوين. بالله عليكم لسه ما جيناش لوين. لما تقولوا خلاص مش مفيش حاجه طيب. طب بعد اذنكم عشان احنا كده هنتحول لشكل فوضوي، محدش يسال خالص لما اخلص شرح. كل واحد يخبي سؤاله جواه لحد ما اخلص شرح بعد اذنكم، وهسمع كل استفسارات. نقفل المايك بقى. قلنا ان بيفور وافتر من غير فاعل بجيب فاعل في اخر اي ان جي. بس طبعا احنا قلنا ان الجمله الثانيه بقى هتبقى ماضي بسيط مع افتر، والجمله الثانيه هتبقى ماضي تام مع بيفور. يعني افتر فينيشن هنا في ماضي بسيط لان ده الحدث الاول، بيفور هيلبن هنا يبقى في ماضي تام عشان بيفور ده محل الحدث الثاني. اوكي نيجي لوين بقى، عشان بس احنا بنحب نستعجل شويه، وين ممكن يجي بعدها وين ديت ملهاش قاعده معينه، ممكن يجي بعدها ماضي بسيط، ممكن يجي بعدها ماضي تام. طب انا اعمل انا ايه؟ انت بتشوف علاقه الجمل ايه ببعضها، بتشوف مين حصل اول ومين حصل تاني. يعني انا بقول لك when I reached the station، لما وصلت المحطه the train had left، وصولي للمحطه كان رقم 2، مغادره القطر كانت رقم 1. طب انا عرفت منين ان وصول المحطه رقم 2 ومغادره القطر رقم 1؟ ما هو معلش ريتش ده زمن ماضي بسيط، والماضي بسيط ده الحدث الثاني، هاد ليفت ده زمن ماضي تام، والماضي التام ده الحدث الاولاني. يبقى القطر مشي بالحدث الاولاني وانا وصلت بالحدث الثاني، يبقى انا لم الحق بالقطار. وين بيجي بعدها 2 ماضي بسيط. When he reached the station the train left، لما وصل القطر مشي. هنا القطر مشي وبيصل، يعني ممكن لحقه شعبطه، يعني ممكن لحقه شعبطه، لان الحدثين في نفس الوقت، الوصول مع مغادره القطار. وين ممكن يجي بعدها ماضي بسيط والناحيه الثانيه ماضي تام، وين ممكن يجي بعدها 2 ماضي بسيط، وين برضه ممكن يجي بعدها ماضي تام والناحيه الثانيه ماضي بسيط. When I had reached the station، لما وصلت المحطه the train left، القطر مشي. انا هنا بقى لحقته. ليه لحقته؟ اصل انا وصلت بالماضي التام، ما هو had reached ده ماضي تام، والماضي التام ده الحدث الاول، فانا وصلت بالحدث الثاني والقطر مشي، او انا وصلت بالحدث الاولاني والقطر مشي بالحدث الثاني. يعني انا وصلت المحطه وشربت شويه شاي وسمعت توت 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 وركبت القطر وتوكلت على الله. يبقى وين ممكن يجي بعدها ماضي بسيط ماضي تام، وين ممكن يجي بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط، وين ممكن يجي بعدها ماضي تام والناحيه الثانيه ماضي بسيط. طب انا هعرف علاقه الجمل ببعضها ازاي؟ حسب سياق الجمل مع بعضها في السياق اللي انت شغال عليه. اوكي after وbefore as soon as when بيجي بعدهم 2 ماضي بسيط لما فيش فرق زمني يعني، وده اتكلمنا فيها. When he entered the flat، لما دخل الشقة he took off his shoes، خلع حذاءه. After he paid the driver، بعد ما دفع للسائق he got out of the taxi،
خرج من التاكسي، مفيش فاصل زمني، كله ماضي بسيط. Before he left، قبل ما يمشي، he asked me، هو سألني، مفيش فاصل زمني. As soon as he read، بمجرد ما قرأ، he gave it to me، إدها لي، مجرد مفيش فاصل زمني. طب خلينا ننتقي عشوائيا، كم حد يجاوب لنا على على الكم جملة دولت؟ حبيبا. السلام عليكم، ازي حضرتك يا مستر؟ جميل. طالب we ordered our food after we at the restaurant. تمام، هو هنا جاب after وقبليها جاب ماضي بسيط. ف هيكون had said. had said، لان انا محتاج زمن ماضي تاني، after بيجي بعديها الماضي التاني. اوكي، مريم محمود محمد. as soon as I eat a story I started the next one. هتكون I have finished. طيب أحمد خالد السيد توفيق. أو عبد الله العمان. يا مستر، ما حضرتك اجاوب على ايه؟ 3 عبد الله، الجمله الثالثه. because we had letter C. Because we had forgotten. احنا اتلينا لان احنا نسينا. احمد الوهاب. leaving. But after leaving. رقم عمرو خالد. Mr. Lee leaving. مفيش فاعل يا بنت. قلنا after مش فاعل، بجيب فاعل. rich. ازاي يا عم ريتش؟ ازاي يا عم ريتش؟ وين ما بيجيش بعدها موضوع بس. ريتش. اوكي، هاد ريتش الاسم. لما انا وصلت الاستاد الماتش كان بدأ، بس انا ما فقدتش البداية لان انا وصلت الاول. اوكي. طب مستر، مش حضرتك في مثال القطر قول لي يا عم، قول لي يا عم. وبعد كده في مثال القطر، في مثال القطر فوق حضرتك قلت ما دام جه ماضي بسيط بعدها ماضي بسيط، طب احنا لحقنا على الحاجة بس يعني يدوبك تقريبا على الوقت. تمام. فهنا احنا ايه اللي عرفنا؟ هو قال ان هو he didn't miss the beginning. So احنا هنا ايه عرفنا؟ ان هو جه قبلها ولا جه على الوقت بالظبط؟ ما انت كده بتفترضي ان الاختيار letter C ماضي بسيط، يعني انت بتفترضي ده، يعني انت بتفترض ان letter C ماضي بسيط وهي مش ماضي بسيط. لا انا بتكلم عن اللي هو الجمله ذات نفسها، لو جات لي كده وجالي لي كده الاثنين في اختيارات. ادام الجمله يا اروى بتحتمل اثنين صح، اكيد مش هيجيب لي الاثنين صح في الاختيارات، اكيد هيجيب لي واحده صح. يعني هو لو جاب لي ريتشارد، لو جاب لي ريتشارد عادي هتبقى صح. انا هنا بتكلم عن ايه؟ انا كنت بسال بس لو هو تنفع تبقى ريتشد في الجمله ولا لا. ينفع تبقى ريتشد، انما السؤال ما ينفعش تقولي لي طب وانا عرفت منين ما هما الاثنين صح، لان وانا ريتشد لما انا وصلت الماتش بدا، ممكن ما فاتنيش البدايه، وهاد ريتشد برضه ما فاتتنيش البدايه، يبقى الاثنين صح. تمام، شكرا يا مستر. عفوا. جميل، مين البنوته الثانيه اللي كان عندها سؤال؟ يا كل دول عندهم سؤال في الخمس جمل. طيب اخلص بس الحته دهيت واسمع كل استفساراتكم، اخلص بس الحته
اللي انا عايز اخلصها ده عشان قبل ما نفصل واسمع لكل استفساراتكم. الحته دي بقى مهمه، خلينا اشرحها في الوورد احسن. عندنا بقى قاعده اسمها ايه بقى؟ اسمها قاعده 2-2-1. يا مستر قاعده 2-2-1 دي، لا نرجع تاني بس انا عايز اكتبها بس بشكل كويس. ايه بقى 2-2-1؟ قال لي يعني انت بتلاقي مثلا after او تلاقي when، تمام، بتلاقي بعدهم ماضي بسيط، وبعد كده بتلاقي جملة تانية بدأ فاعل، وبعد الفاعل بتلاقي مثلا discovered اللي معناها اكتشفه، realized اللي معناها أدرك، remembered اللي معناها تذكر، وبعد كده فاعل، وبعد كده had وتصريف تالت. يعني ايه؟ يعني انا بقول after I went out، بعد ما خرجت I realized أدركت that I had forgotten my money. بعد ما خرجت أدركت إن أنا نسيت فلوسي. فوينت ده حدث رقم 2. يا مستر يعني عادي حدث رقم 2 يجي بعد after؟ عادي في الحالة دي بس. realized دي حدث رقم 2 عشان الحدث الأول اللي هو نسيان الفلوس. الحدث الأول نسيان الفلوس. لذلك القاعدة العامة بتقول لك إيه؟ عند وجود أكثر من فعلين، عند وجود أكثر من فعلين فإن الأقدم يكون ماضي تام، الأبعد بيبقى ماضي تام. وده هينقلنا لقاعدة 2-3-1. إيه 2-3-1؟ يعني أقول لك when I was shopping، وأنا بتسوق، I realized that my money had been stolen، وأنا بتسوق أدركت إن الفلوس بتاعتي سرقت. ما هو أنا بتسوق ده 2، حدث تاني، الإدراك ده 3، والفلوس اتسرقت ديت، الإدراك ده 3 والفلوس اتسرقت ديت 1. يعني ممكن الماضي التام يجتمع مع الماضي المستمر مع الماضي البسيط، بس الأقدم بيبقى الماضي التام. يعني الفلوس اتسرقت أصلا وأنا في طريق للتسوق، قبل ما اتسوق بدأت اتسوق بقى أدركت المصيبة اللي حصلت في الأول خالص. يبقى لما بيكون عندي اكتر من فعلين، الاقدم في الثلاث افعال او في الافعال اللي عندي بيبقى ماضي تام. الاقدم بيبقى ماضي تام، وممكن الماضي التام يجتمع مع المستمر يجتمع مع البسيط. الاقدم ماضي تام، اقدم الافعال ماضي تام، اللي حصل الاول ماضي تام. اوكي، as soon as I saw I realized had met، مفيش اي مشكلة اهو. after he got he realized had left، نفس القصة بالظبط. I was shopping I realized had lost، نفس القصة بالظبط. اوكي، بقول لي خلي بالك ان زمن الماضي التام بيجي مع فعل زي think زي say زي know زي realize. لما انا بتكلم عن اعتقادات ومحادثات ومعرفه وادراك لشيء سابق، ما هو معلش انا بقول لك انا ادركت، اصلا الادراك بطبيعته رقم 2. يعني ايه الادراك بطبيعته رقم 2؟ وانا ماشي مع احمد انا ادركت ان سبت الفلوس، ما هو اكيد سبت الفلوس ده رقم 1. فالادراك ما بيبقاش حدث اول، الإدراك بيبقى حدث تاني. أوكي؟ I thought I had finished my homework، أعتقدت إن أنا خلصت واجبي.
يبقى الاعتقاد ثانيا وانتهاء الواجب اولا. يعني بعد ما خلصت واجب مفترض اعتقدت ان انا خلصته. But I realized I had forgotten the last page. بس انا ادركت ان انا نسيت اخر صفحه. يبقى الادراك رقم 2. اللي بعده بيبقى رقم 1. ده ترتيب منطقي، ترتيب منطقي للاحداث، ترتيب بديهي. I know where I had put my keys. انا عرفت انا سبت فين مفاتيحي. ما انا سبت مفاتيحي الاول، بعد كده عرفت انا سبتها فين. يبقى بعد الافعال دي بجيب بعدها ماضي تام، لانه هو ماضي اول بالبديهه بالضروره يعني. اوكي، خلي بالك المجهول، لو الجمله مجهوله المجهول من الماضي التام بيبقى هاد بن والتصريف الثالث، المجهول من الماضي البسيط واز وان والتصريف الثالث. After the food had been cooked ده مجهول في زمن الماضي التام. It was eaten تم اكله ده مجهول في زمن الماضي البسيط. Before the email was sent قبل ما الايميل يرسل ده ماضي بسيط. It had been written كتب الاول ده زمن الماضي تام. اوكي، بيقول لي بقى ان انا ممكن اجيب بعد until و after و before اسم، ولازم زميلنا قالت my friends visited me after lunch، زارتني بعد وزاروني بعد الغداء. فهي visited ده حدث تاني وكان الغداء ده الحدث الاولاني. اوكي، before the war قبل الحرب the two countries had threatened each other، هددوا بعضهم البعض. ف before جاي بعدها اسم، مفيش اي مشكله خالص. اوكي، كمان انا ممكن اجيب الماضي التام عشان اشير لحدث حصل في وقت معين، على عكس المضارع التام اللي انا بجيب الماضي البسيط مكانه. انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت قلتها بصراحه. يعني انا بقول لك he had been to Aswan once in 2000 before he moved there in 2015. يعني بص، هو زار أسوان مرة، ده حدث أول في 2000، ده حدث أول. وعندي before أهو جاي بعدها زمن ماضي بسيط. يبقى before جاي قبلها ماضي تام والناحية التانية ماضي بسيط. before ماضي تام والناحية التانية ماضي بسيط. أوكي، طب خلي بالك من الجملة دي برضو. He went to Aswan once in 2000 before he moved there in 2015. هو راح لأسوان مرة قبل ما ينتقل لهناك في 2015. خلي بالك ان لما يبقى بستخدم ماضي تام في المثالين دول، لان انا عارف السؤال البديهي اللي هتسأله اكتر من 10 مرات دلوقتي. لو جاب لي الاثنين هاد بن ووينت هختار ايه؟ فانا بفترض السؤال قبل ما انتوا تسالوه، لان عارف 100 واحد دلوقتي يسالني، لو هو جاب لي الاثنين بقى انا اختار ايه؟ انا بجيب الماضي التام عشان اشير لوقت محدد، وده عكس المضارع التام. المضارع التام لو انتوا واخدين بالكم كان بيعبر عن ان في حدث وقع في وقت انا ما اعرفوش في الماضي. يعني انا اقول لك I had been to أسوان، انا رحت الأسوان، انا ما قلتلكش امتى. انما زمن الماضي التام بيشير لاشاره محدده، بيشير لاشاره محدده. وعشان هو بيشير لاشاره محدده في الماضي، ممكن اجيب الماضي البسيط بدلا منه. يعني ايه؟ يعني انت قلت he had been to Aswan once in 2000 صح، قلت he went to Aswan once in 2000 صح، يعني الاختيارين صح. يعني مفيش واحده صح وواحده غلط. ليه؟ لان انا في سياق ماضي. ما دام انا في سياق ماضي وحددت وقت في الماضي، اقدر اجيب ماضي بسيط. الاضافه بقى، الاضافه ان انا لو عندي before زي المثال اللي احنا فيه ده، مكان الماضي البسيط ده ممكن اجيب ماضي تام، لان before ممكن يجي بعدها قبلها ماضي تام عادي، مفيش مشكله. يبقى انا قلت هتبن صح، قلت وانت صح. انما انا ما ينفعش استخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن الخبره في الماضي. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا بقول لك he had never seen snow، هو ابدا ما شافش ثلج until he moved to Europe، لحد ما انتقل لاوروبا.
فنيفر دي بتشير لايه؟ نيفر دي بتشير لخبره، خبره انت عديت بيها او خبره انت ما عديتش بيها. يبقى تاني اهو انتل دي بتشير لخبره، يا اما خبره انت عديت بيها يا اما ما عديتش بيها. طبعا نيفر انت ما عديتش بالخبره دي. فلما يبقى في حاجه بتدل على خبره بستخدم الماضي التام بس. يعني اقول هي هاد نيفر سين سنو، ما ينفعش اقول هي نيفر سو سنو، ما ينفعش. اوكي، يبقى لما يبقى عندي محدد زمني دال على زمن الماضي التام وانا عندي خبره معينه، لا يمكن استبدال الماضي التام بالماضي البسيط. هو انا عادي استبدل الماضي التام بالماضي البسيط؟ عادي استبدل الماضي التام بالماضي البسيط، وخدناها في اكتر من موضع. الماضي البسيط بيشتغل مكان الماضي التام لو مفيش فاصل زمني ما بين الجمل. الماضي البسيط بيشتغل كتير جدا لما يبقى فيه عاده في الماضي. الجمله دي مش عاده في الماضي، اصل انا سامع واحد بيقول لي يا مستر ما انا ممكن اجيب نيفر في جمله في زمن ماضي بسيط. سامعك اللي انت بتقول، انا ممكن اجيب نيفر ككلمه داله على زمن الماضي البسيط وانا اتفق معاه، بس ما تدلش على خبره، ما تكونش بتدل على خبره. هنا الجمله بتدل على خبره انت ما عدتش بيها. انا ابدا شفتش تلج لحد، او هو ابدا ما شافش تلج لحد ما انتقل لاوروبا. يبقى لو في خبره مش حدث محدد ما بجيبش ماضي بسيط. في حدث محدد بقى، انا بقول لك راح اسوان مره واحده، ده حدث محدد متحدد له وقت. ما دام متحدد له وقت ممكن تجيب ماضي بسيط، ممكن تجيب ماضي تاني. انما سايبها سداح مداح كده وما حددتلكش وقت ولا حددتلك حاجه، يعني بتكلم عن خبره، اجيب زمن الماضي التام وفقط. قبل اي استفسارات عندكم، لان انا عارف ان كده يبقى عندكم استفسارات، الواجب بتاعنا واللي هنصححه ان شاء الله المره اللي جايه كله، لحد صفحة 204، ده الواجب بتاعنا لحد صفحة 204. اللي عنده استفسار هينفع ايده، واللي ما بعرفش ينفع ايده بعد ما اللي رفع ايده بخلصه هسمع من اللي مش عارف ينفع ايده. اتفضل يا سهيلة. مستر، هو بالنسبة للأسف مش سامع كويس يا سهيلة. بالنسبة لتل وانتل، لما بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط، وممكن اعمل الكلام ده اجيب قبلها ماضي تام وبعدها ماضي تام؟ لا، ما ينفعش. هتجيب الماضي تام قبلها في حاله واحده بس، قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. قبلها ماضي تام وبعدها ايه يا سهيله؟ زي الجمله ده اهي. ما الجمله اهي احنا لسه ما مشيناش من عندها قوي، يعني مش واخده بالك ان ده زمن ماضي تام يا سهيله. الشيء بس هيشتغل عندك الاول. ده ماضي ايه؟ ماضي تام. والناحيه الثانيه ماضي ايه؟ ماضي بسيط. مش المفروض العكس؟ هو مفترض العكس، بس لما اجي اعبر عن خبره معينه انت مريتي بيها او انت ما مريتيش بيها في الماضي بعملها كده بقى. ليه؟ لأن الخبرة المعينة دي مفترض هي الأول وبعد كده الانتقال ده التاني. يعني إيه؟ يعني أنا بقول لك أنا عمري ما شفت تلج، عمره ما شاف ده رقم واحد ولا اتنين؟ رقم واحد. حلو، لحد ما انتقل لأوروبا. أوروبا ده إيه؟ تاني، حدث تاني. التاني. أنا بقى في واحد أجي يسألني يقول لي يا مستر ما هو لما انتقل شاف بعد كده، يعني بعد ما انتقل لأوروبا هو شاف بعد كده. يعني هو حد هيقول لي كده فيكم يا مستر ما هو انتقل لاوروبا وبعد ما انتقل شاف. طب هل الجمله بتقول كده؟ لا، الجمله بتقول هو عمره ما شاف، عمره ما شاف ده حاجه صعبه. تاني. واحد. الانتقال ده رقم كام؟ رقم اتنين. اتنين. في جمل تانية كتير العكس اللي بيحصل، يعني انا بقول I didn't go out till I had told my father. أنا ما خرجتش إلا لما قلت لأبويا. ما أنا ما خرجتش ده رقم اتنين، إخبار أبي ده رقم واحد. طب مش المفروض كده أبدل الجملة؟ يعني أنا المفروض أقول هي moved to Europe until المعنى. المعنى صح، مش ماشي. أنت هتقولي إيه بقى؟ أنت هتقولي إيه بقى؟ هي moved to Europe. مش هتيجي كده كمان، مش هينفع تيجي كده. هي moved to Europe
هو انتقل لأوروبا. لو انت عايز تجيبها كده مش هتنفع، مش هتسلك، لانك دلوقتي هتغيري المعنى بتاع الجملة اطلاقا. يعني ممكن تقولي هي هتبقى بقى after he had moved to Europe he saw snow، بعد ما انتقل لأوروبا رقم واحد شاف التلج. بس ده هيبقى عكس اللي مكتوب، عكس اللي مكتوب عندي، ان انا عكست المعنى اصلا. المعنى بقول انا ما شافش، هو ما شافش الاول حتى الانتقاء. اه تمام. مع العلم، مع العلم يا سهيلة، أوه. هتلاقي في بعض السياق، يعني ايه، ممكن تقرأي في نص اللي انا هقوله لك ده في نص كامل. He had never seen snow until he had moved to Europe. الاثنين ماضيتين؟ اللي هتلاقيها في نص كده، ممكن تلاقيها في نص، ممكن. لأن أي نصوص وتعرضنا لده قبل كده كتير بتقبل حاجات مختلفة. إنما لو جات لك بالمنظر ده عندك ماضي تام والناحية التانية ماضي بسيط. يعني بيبقى until قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط في حالة إن الجملة بتعبر عن خبرة بس. بتعبر عن خبرة، انما بخلاف كده، بخلاف كده until قبلها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي ايه؟ ماضي تام. بس تمام. اللي بعده ريم، اتفضل يا ريم. طب حد من اللي مش عارف يرفع ايده عنده سؤال؟ انا مستر. اتفضل يا علاء. بعد اذنك يا مستر، انا عايز استفسر في حاجه بس كده، يعني انا صح ولا غلط؟ هو لو انا ممكن استخدم الماضي التام مع الكلمات الداله، مع الكلمات الداله اللي في المضارع التام لو في ماضي بسيط؟ لا طبعا. في الجمله ليه؟ في ايه يعني انت ماضي... عايز معي، يعني انت عايز تجيبي مضارع تام مع كلمه داله لا الكلمات الداله مضارع التام. الكلمات الدالة على المضارع التام مع الماضي التام، ده قصدك؟ ده قصدك؟ عادي مش مشكلة، عادي. اللي هي زي already يعني أو yet أو just. I had already، ركز بس معي، ممكن أقول I had already done my homework before that arrived. أنا بالفعل خلصت واجبي قبل ما بابا بيجي. أيوة أنا بالظبط كده، أنا قصدي كده. ينفع، ينفع، مفيش أي مشكلة خالص، ينفع. تمام. هو بس سؤال كمان، هو أنا ممكن أستخدم الماضي التام في بتاع ده report speech؟ ما أكيد طبعا، ده هو الأساس اللي بتقلب الزمن الأبعد. في الكلام المتحول لغير المباشر الماضي التام بيبقى الزمن الأبعد من زمنين، من الماضي البسيط والمضارع التام. يعني أنت لو عندك مضارع تام بتقلبيه الماضي تام، ولو عندك ماضي بسيط بتقلبيه الماضي تام برضه. تمام، فهمت يا مستر، شكرا لحضرتك. ماشي. معلش يا مستر، الميتنج قفل فجأة وحضرتك بتنادي، بس أنا خلاص مش عندي استفسار. ماشي. اسألي يا أمام. هاد بين يا مستر، وهاد وهاد وينت، هاد بين معناها راح مثلا المكان. لا ثواني بس، السياق ده مش في الماضي. ماضي تام. السياق ده في المضارع بس. يعني مفيش had been و had gone. مفيش مفيش ايه يا امامه؟ مفيش had been ومفيش had gone. امال في ايه؟ في has been و has gone. ليه؟ لان في المضارع في فرق، يا اما انت موجوده دلوقتي يا اما انت مش موجوده. فلو انت موجوده، يعني لو انت رحت وجيتي يبقى انت has been او have been. لو انت رحت وما جيتيش ولسه بره دلوقتي، انت لسه بره، تبقى have gone. انما في الماضي الفعل وقع خلاص. تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا بالسيشن دي. اي نعم، هي السيشن كانت دسمة، بس من السيشنز اللي انا حبيبها، اللي انا حبيتها بصراحة. واتمنى انكم تذاكروا كويس وتحلوا لحد ما نقابل بعض ان شاء الله. امتى النهاردة؟ ايه الخميس؟ قدامكم فترة، مدة لحد ما نقابل بعض تاني ان شاء الله.